خلاص والله. اسكو نجموا نزيدوا 10 ولا 20 اخرين؟ حاليا احنا موجودين على عين المكان. الحريق اندلع حوالي الساعة 14:00. انطلقنا معناها في التدخل الحيني، انطلقت حماية مدنية مع غابات، بدينا في التدخل. انتشر الحريق ببطء، ماهيش حاجة معناها متطورة سريعة، باعتبار ان الغابة ماهيش كثيفة جدا جدا. حاليا ثم سيطرة على الحريق بالامكانيات، معناها بشاحنات الاطفاء ولا بال قديش من شاحنة؟ دخلت هناك حكاية ما يقارب عندنا 3 شاحنات نتاع حماية مدنية، وثم 3 شاحنات للغابات منتشرين على كامل الحريق وقادرين على السيطرة عليه. احنا تطور الحالة شي مساحة اللي تنجم تحسبها معناها اللي تبدأ واضحة بشكل شريط غابي قاعد يشعل متسلسل